بعض إنجازات الرئيس العراقي الصادق الراحل أحمد حسن البكر رحمة الله عليه، في 11 آذار من العام 1970 من الميلاد، اتفق مع أكراد العراق على إعلان الحقوق الثقافية لهم بالإعلان المسمى اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد أو بيان 11 آذار. وفي الواحد من حزيران يونيو 1972 من الميلاد، أما منفذ كركوك ومن بعدها الموصل ومن ثم البصرة بعد أن استغل نهاية النفط في حقول الشركات الاحتكارية في كركوك بسبب قرار 80 الذي سنه عبد الكريم القاسم عام 1960 الذي يمنع الشركات الاحتكارية من التنقيب والحفر آنذاك، وعلى الرغم من اعتراف البكر بدور عبد الكريم قاسم بمنحه في هذا القرار عن طريق الصحف والندوات وقام بمدحه، إلا أنه سجل له قيامه بتأميم شركة النفط العراقية العاملة في العراق منذ العام 1927، والتي كانت تتلاعب باقتصاد وسياسة العراق بدعم من الحكومة البريطانية. وشهدت فترة البكر تنمية اقتصادية واسعة في العراق، وساعده على ذلك الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط، وظهر التعليم في عهده، حيث أعلنت منظمة اليونسكو عام 1977 بأن التعليم في العراق أصبح يضاهي التعليم في الدول الإسكندنافية. قام البكر أيضا بتشكيل علاقة قوية مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، حيث وقع معاهدة الصداقة مع السوفيت في 9 نيسان إبريل من العام 1972 من الميلاد. ثم قام البكر رحمة الله عليه بإرسال قوات دعم عربية إلى سوريا لدعمها عسكريا أثناء الحرب ضد الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر من العام 1973 من الميلاد. رحم الله الرئيس البكر وجعل ما قام به من إنجازات في العراق في ميزان حسناته، ولتعد عراقنا الحبيبة قوية أبية، ويصلح الله شأنها وشأن بلادنا العربية. إذا وصلت إلى هذا المقطع من الفيديو فلا تنسى أن تكتب في التعليقات ماذا يمثل لك الرئيس البكر، وماذا كنت تنتظر من عراق الهيبة والكرامة. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.